زمان كان في عربية قوية عفية اسمها داتسو. العربية دي خدمت كتير وفتحت بيوت ناس كتير ولسه شغالة لغاية دلوقتي. والنهاردة داتسون بقى اسمها نيسان، رجعت لكم تاني بموتور أقوى وكابينة أوسع وشاسيه متين وصندوق يشيل. نيسان صنعناها في مصر ووفرنا لك قطع غيار وصيانة في كل مكان عشان نخدمك ونديلك عربية تكفي شغلك والخير يزيد. واسأل زمايلك القدام عن الداتسون بتاع زمان اللي دلوقتي بقى اسمه نيسان.